طبعا ضيفنا النهارده في الاهلي اليوم هو حارس مرمى صاعد بقوه في صفوف النادي الاهلي وبيتولى المسؤوليه باقتدار، وبيؤكد ان مستواه بيرتفع بدنيا وفنيا من موسم لاخر مع اكتسابه مزيد من الخبره، بالاضافه الى انه كمان امتداد لوالده رحمه الله الكابتن عادل عبد المنعم اللي كان واحد من الحراس الكبار طبعا في تاريخ الكره المصريه. معانا النهارده حارس مرمى الفريق الاول في الاهلي الكابتن احمد عادل عبد المنعم. كابتن احمد مساء الخير واهلا بيك وسعداء بوجودك معانا في الاهلي اليوم. انا اسعد، ربنا يخليك. مبروك الاول، اول حاجه مبروك الدوري ومبروك انكم اسعدتوا الجمهور بعد موسم صعب جدا. الله يبارك فيك. فعلا كان موسم صعب السنه دي، كانت المنافسه قويه وكان فرق 5 نقط للزمالك، ف ستة كمان في الاول، فكان حاططنا تحت ضغط جامد، بس الحمد لله اللي احنا قدرنا نسعد جمهور النادي الاهلي كله الحمد لله. هل الفريق شكله اتغير كله؟ الروح اللي كانت موجوده عند الفريق، الحاله الفنيه والبدنيه بدات تتطور من وقت توقف الدوري مع احداث الثوره وتولي مستر مانو للمسؤوليه، كانت انطلاقه جديده بالنسبه لكم؟ طبعا كان في بعض اللعيبه فقد الثقه في نفسها، وكان في نتائج صعبه في الاول. مستر مانو جوزيجي ادى ثقه للعيبه كتير، كان في ناس ما بتشاركش، ادها الثقه ولعبها، وكان في ناس بتشارك بس كانت فقد الثقه. ليه ممكن نقول ان النجوم في النادي الاهلي كانوا واصلين لمرحله احباط او فقدان ثقه؟ كنتوش قادرين تادوا بالشكل اللي انتم عارفينه عن نفسكم في الملعب؟ لا والله، بص، هو كانت ظروف صعبه، يعني كان تغيير جهاز فني كذا مره في الموسم، والنادي الاهلي متعود اللي هو صعب ان انت تغير اجهزه فنيه في وسط الموسم، فدي ادت برضو يعني تغيير اللعيبه كتير. كان دايما كان مدرب كابتن حسام مشي، جه كابتن زيزو فغير في التشكيل وغير في طريقه اللعب، فدي برضو غيرت صعبت من الامور شويه، لكن مستر مانويل جه ثبت التشكيل وثبت الخطه وان كانت الروح المعنويه بدات تبقى افضل وايجابيه اكتر ايام كابتن زيزو. الفتره اللي تولى فيها كان حريص على طبعًا انه يقول لكم انتوا نجوم الاهلي يا جماعه، انتوا احسن مجموعه لاعبين في مصر، يعني لازم عندكم ثقه في نفسكم اكتر من كده. طبعا كابتن زيزو جه طبعا ادى اللعيبه ثقه، بس ما شاركتش كويس مع كابتن زيزو، لان انا كنت عامل عمليه في ركبتي، بس انا بحمد ربنا اللي انا لحقت فتره كده مع كابتن زيزو اللي انا شاركت فيها في ماتش الزمالك، ووقف جنبي اداني الثقه وكان واثق فيا جدا في اللي هو يلعبني بعد راجع من عمليه وقبلها ما كنتش بشارك، يعني انا قعدت فتره قبل العمليه اكتر من 7 شهور أو 8 شهور ما بلعبش، ما كنتش بلعب ماتش واحد، يعني ماتش واحد ما لعبتوش، ورجعت عملت عمليه في ركبتي ورجعت، يعني بجد هو فرقت معاك كتير طبعًا اللحظه طبعًا دي، لحظه اختيارك للمشاركه رغم ان كان ابو السعود هو اللي بيشارك لانك وشريف اكرامي في نفس الوقت. فكره كابتن زيزو لما كان ضيفنا في الاهلي اليوم قال لنا يا جماعه هل تعلموا ان انا في اول يوم ليا كمدير فني في الفتره الانتقاليه اللي تولى فيها قبل مستر مانو، اول خبر عرفته من الجهاز ان مش هيكون معايا احمد عادل ومش هيكون معايا شريف اكرامي، وانهم رايحين يعملوا عمليات في نفس التوقيت، وقال انها كانت صدمه طبعا بالنسبه له، لكن اعتمد عليك وفرق كتير معاك نفسيا انه اداك الثقه ولعبت مباراه القمه طبعا. طبعا، يعني انت مدرب جه وثق فيك وكان واثق في امكانياتك وعايز يساعدك، يعني فرق المدرب عايز يساعدك، فهو كان عايز يساعدني وكان عايز يساعد الفريق وكان عايز يحطني في مكان، يعني انا بشكره فعلا ان هو حطني في المكان دوت، لان انا كنت محتاج حد يجي يحسسني فعلا ان انا لا جون كويس وانا احنا محتاجينك معانا في الفريق، واداني ماتش صعب ماتش الزمالك، يعني ما متهيألي اي يعني اللعيب بيفضل يلعب طول الموسم عشان الماتش ده، وعملت مباراه كويسه والحمد لله ربنا كرمني. مباراه رسميه لك الحمد لله. بس هو كمان يعني كابتن زيزو والجهاز اختبروك في مباراه قبل مباراه القمه، كانوا عايزين يطمنوا عليك انك حركتك سليمه بعد العمليه وانك جاهز بدنيا. هو هي ليها قصه، الموضوع ماتش الزمالك ده ليه قصه، ان هو كان لما رجعت من العمليه فهم شايفين ان انا عايز اتمرن وعايز ارجع، بس انا ما كانش في دماغي خالص ان انا العب ماتش الزمالك، يعني كان ساعتها محمود ابو صوب بيلعب وكان هو اللي بيشارك، واحنا كنا عاملين عمليات انا وشريف مش في الصوره خالص، فهو كابتن زيزو ملاحظ في التمرين، هو كابتن ابراهيم رياض، ان انا بتمرن جامد جدا وموت نفسي في التمرين اول ما رجعت من الاصابه، فهو كان زيزو قاعد معايا قال لي انت واحده واحده على نفسك، انت صعب ان انت تبقى موجود معانا الفتره الجايه ديت لان انت لسه راجع من الاصابه، ده كان اول كلامه، فبرضه لاني بتمرن ولا حاطط الكلام في دماغي وبتمرن وموت نفسي، قاموا حاطيني في ماتش المولي. كان بدايه كان احتياطي اول ماتش، بعدها ماتش الزمالك على طول. فقبل ماتش الزمالك كده سالك بست ايام انت جاهز ولا لا؟ قال لي انت لو لعبت ماتش الزمالك، كابتن ابراهيم رياض ساعتها اللي كان معايا، يعني قال لي انت لو لعبت ماتش الزمالك تقدر تادي؟ قلت له والله يا كابتن انا نفسي ارجع، يعني انا نفسي ارجع، انا نفسي امسك في المكان ده،
انا كان امنيه حياه والدي ان انا امسك في المكان ده، فانا هموت نفسي ونفسي العب. فقلت المشاركه دي بتاعك كنت، قال لي طب احنا هنشوف، وسكت ما اتكلمش معايا. في فضل يومين كده، بعد كده كان في ماتش مع ال 21 سنه، قالوا لي انزل العب. نزلت لعبت مع ال 21 سنه، عملت مباراه يعني سبحان الله كنت كويس جدا. كان ساعتها كابتن ياسر رضوان وكابتن ابراهيم الواد بيتفرجوا عليا. رجعت قالوا طبعا تقرير الكابتن زيزو بتاع المباراه، وقالوا له ان هو جاهز ويلعب، وان احمد رجع حركته في بين الثلاث خشبات 100% سليمه. خلاص جاهز. اعداد نفسي بقى مع كابتن ابراهيم الواد 3 ايام قبل المباراه، كان كل يوم نقعد مع بعض حوالي ساعه في الاوضه قبل التمرين، 3 ايام قبل المباراه. بعدين الحمد لله ربنا كرمني ولعبت، والحمد لله طلعنا بنتيجه ايجابيه واديت مباراه كويسه الحمد لله. كنت خايف شويه قبل الماتش بينك وبين نفسك ولا لا؟ طبيعي طبيعي، ماتش اهلي وزمالك بقالك اكتر من 6-8 شهور او سنه ما بتلعبش بشكل اساسي، وعامل عمليه، راجع من عمليه، انت اصلا مش ضامن رجلك يعني، انت راجع من عمليه برده خايف قلقان، وماتش اهلي وزمالك بس. فالحمد لله ربنا كرمني بالماتش دوت واداني ثقه اللي بعد كده. لكن استجابتك كمان الطبيه والبدنيه من مكان الاصابه والجراحه الحمد لله خلاص مبقاش في مشكله الحمد لله. احمد عادل عبد المنعم موسم 2010 2011 ايه اللي اكتسبه وايه اللي زاد في مستواه عن المواسم اللي فاتت لما بتقيم نفسك وتشوف مستواك مقارنه بالسنين اللي فاتت؟ بص يا استاذ محمد، انا الحمد لله، انا بص انا 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 في طبيعتي ان انا اجتهد وبموت نفسي في التمرين يعني. كابتن ناجي دايما يقول انت 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 مركز في شغلك قوي، فالحمد لله انا مجتهد يعني، انا بتمرن كويس وبجتهد على قد ما بقدر. اللي فرق معايا هو الجهاز الفني، ان هو جهاز فني اداني الثقه. اي حد بيغلط، بس كان في وقت انت بتغلط ما حدش بيستحملك، وفي وقت انت بتغلط وبيقول لك انا باثق فيك وانا عايزك وانا مقتنع بامكانياتك. فواحد بيجي بيقول لك كده، انت غصب عنك لازم هتطلع كل اللي عندك، بعكس بقى انت يعني مستني بقى انت لو غلطت انا هقعد انا مش هلعب انا برضو يعني. يعني الحاجات دي بتفرق مع لعيب الكوره. فانا اللي فرق معايا بصراحه الجهاز الفني جدًا الثقه، وكابتن احمد ناجي طبعا تعب معايا قوي في التمرين، وعلى مدار الفتره اللي فاتت 6 شهور او 7 شهور اللي فاتوا فعلا تعب معايا وبذل جهد فظيع معايا، ومستر مانويل اداني الثقه وابن بي، وفعلا عمره ما وجه لي اي لوم على اي خطا انا غلطته. هو كان دايما كلامه ليا ان انا عمري ما 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 ما, ما هوجه ما هوجه لك لوم على غلط غلطته. عمري ما هحمل اللاعب مسؤوليه مباراه يعني، ولا مباراه ولا خطا، لا هحاسبك على خطا انت غلطته بس. فهو ده راجل بيديك كل حاجه، بيديك الثقه، بيديني كل حاجه ان انا ابقى كويس. فهو دي العوامل دي اللي بتساعدك. لكن اكيد فرق كمان شغل كابتن ناجي معاك وترشيحه كمان للحارس الاجهز للمشاركه واللي ممكن يعتمد عليه، رغم انك راجع من فتره كان فيها جراحه واصابه وبعدت فتره عن الملعب، ان كابتن ناجي في الوقت ده كان اكيد رايه مؤثر جدا في اختيارات مستر مانويل بالنسبه لحراسه المرمى. بص انا ما اكيد هما بيتكلموا مع بعض و في بينهم كلام كتير عن الاختيارات. انا ما اعرفش الكلام اللي بينهم، بس انا يعني انا كابتن ناجي انا بتمرن معاه من عندي 12 سنه. متهيألي واحد بيمرنك من عنده 12 سنه وانت عندك 12 سنه اكيد ده اكتر واحد هيبقى مقتنع بيك في الدنيا. كابتن ناجي، هل حضرتك اكتر واحد مقتنع باحمد عادل في الدنيا كلها؟ سبحان الله، ده كلام ده يعني طلع ايه يا نجم الحلو ده. ازيك يا كابتن ناجي؟ جندي، يعني انا طبعا سعيد وفخور والله باولادي كلهم يعني. احمد فعلا انا بشتغل معاه من وعنده 11 سنه تقريبا، والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حقق كل اللي احنا عايزين بالنسبه له. وبقول النادي بقول احسن نادي في افريقيا الحمد لله. وطبعا انا بهدي اداؤه وتالقه الاخيره للمرحوم والده كابتن عادل عبد المنعم، كان صديق عزيز طبعا، وكان بينا مكالمه كبيره جدا يمكن قبل ما يموت بفتره بسيطه، وقلت له احمد هيبقى كويس وهيبقى وحرفك وان شاء الله ما تعجلش عادل، كان هو مستعجل شويه، لكن قلت له ان شاء الله باذن الله هيعمل كل حاجه حلوه، والحمد لله يعني بنهدي الروح الحاجات الحلوه اللي احمد عملها الفتره الاخيره الحمد لله. كابتن ناجي، بصراحه وموضوعيه احنا عارفينها عن كابتن احمد ناجي لما بيقول رايه في اي حارس من الحراس حتى اولاده اللي بيتولى تدريبهم في النادي الاهلي، احمد عادل افضل من المواسم اللي فاتت؟ زادت خبرته، زادت قدراته في الملعب؟ يعني ما لا شك فيه، هو احمد عنده قدرات اساسا،
ولكن هي المساله كانت محتاجه بالانس ما بين قدراته وما بين الاتموسفير اللي عايش فيه، يعني الجو اللي بيقدر يطلع فيه قدراته ولا لا. فهو الفتره الاخيره الجو ده تهيأ بشكل كويس، فهو يعني احنا كلنا يعني طبعا يعني موجودين عشان نخلق الجو ده. فلما اتوجد الجو ده بدا احمد دي تطلع قدراته، وبدا يبان النضج اللي هو وصل له، وبدا يبان الامكانيات الفنيه العاليه اللي عنده، وبدا يبان ثقته في نفسه، وبدا يبان ازاي هو جول كبير، واللي كان عنده كتير مستنيين انه ان شاء الله هو بقيه الحراس طبعا ان شاء الله باذن الله. تحب تقول ايه الكابتن احمد ناجي وهو طبعا بيتكلم عنك بالشكل ده، وواضح كمان تاثيره على مستواك في الملعب، ان زي ما قلنا الكل بيجمع لان مستواك اتطور كتير جدا. تحب تقول ايه الكابتن ناجي هو سمعك؟ لا انا بس انا بقول له يعني انا بشكرك جدا على اللي انت عملته معايا يا كابتن ناجي بجد، لان انت فعلا تعبت معايا، مش تعبت معايا دلوقتي، انت تعبان معايا بقالك اكتر من 13 سنه تعبان معايا، فانا اكيد شكري دوت مش هيفرق معاك في حاجه، لان انت فعلا ده ما يكفيش شكر، يعني انا المفروض اشكر فيك من النهارده لحد ما اموت يعني اللي انت بتعمله معايا بجد. ده انا عايز اقول لك حاجه، انه لد اطعم حاجه في الدنيا ان حد يشوف ابنه بيكبر قدامه وبيوصل للمحليات، ده امتع حاجه في الدنيا، ابنك لما تشوفه يبقى واصل اللي انت عايزه، وان شاء الله عندك الكتير لسه كمان ان شاء الله هتطلعه باذن الله. ان شاء الله كابتن ناجي، قبل ما نختتم حوارنا معاك، متفائل احمد بدا يعني ياخد خطوات على مستوى التواجد على المستوى الدولي ويدخل في حسابات الجهاز الفني ويختار في بعض المباريات مع منتخب مصر الاول، هل متفائل بان احمد عادل هيكون عنده فرصه حقيقيه يبقى حارس رقم واحد في مصر في الفترات اللي جايه؟ كابتن ناجي، واضح اننا فقدنا الاتصال مع كابتن احمد ناجي، نشكرك يا كابتن ناجي وربما يعود لنستكمل حوارنا معاه. احمد كابتن ناجي كمان كان متأثر بكلامك جدا واضح، لكن واضح ان هو يعني ايه اختتم بكلامك معاه، وعايزين نتكلم عن حتة المشاركة الدولية، هل متفائل بانك بعد ما تم اختيارك للمشاركة او للدخول في قائمة منتخب مصر ممكن بقى ان شاء الله من اهدافك انك تبقى الحارس الاول في منتخب مصر في الفترة الجاية؟ بص هي يعني انا واخدها مرحلة مرحلة. انا كنت بعيد جدا، يعني انا الواحد لازم يبقى صريح مع نفسه عشان يوصل اللي هو عايزه. فانا كنت بعيد جدا، انا كنت رقم 3 في النادي الاهلي السنة اللي فاتت، بعد ما كنت رقم واحد بقيت رقم 3، وكنت معرض ان انا ممكن امشي من الفريق، يعني ما كنتش ما شاركش، وكان اصابه وكانت نفسيتي يعني. فانا الحمد لله وقت وخطوه انا بجتهد وتعبت الحمد لله، ومساعده زمايلي ومساعده الجهاز الفني ليا، وصلت الحمد لله لمستوى كويس، ووصلت يعني لليفل انا ان شاء الله مش هنزل عنه، يعني ان شاء الله باذن الله بالتدريب كابتن ناجي ومساعده زمايلي ان شاء الله انا مش عايز انزل عنه ان شاء الله. الفترة الجاية طبعا لازم افكر في المنتخب. كل واحد عنده طموح، يعني البني ادم ما عندوش طموح ده هيفضل زي ما هو، هيفضل مكانه او مستواه هيقل كمان. فانا ان شاء الله انا عندي طموح، وانا نفسي اخدها مرحلة مرحلة منتخب مصر، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمني لو وصلت لمنتخب مصر ووصلت اللي انا نفسي فيه، ان شاء الله المرحلة بعد كده ان شاء الله تبقى الاحتراف ان شاء الله. بتفكر في الاحتراف؟ نفسك تحترف في اوروبا؟ طبعا نفسي احترف في اوروبا، بس هي مش اللي انا افكر في حاجه وانا لسه يعني في مكان. عايز تحقق حاجه الاول، حاجه واحده واحده ان شاء الله، واحده واحده اوصل اللي انا عايزه باذن الله. العمر يفرق معاك او مرحله السن، انك من جيل اصغر من الحراس النهارده، عصام الحضري عمره 37 سنه، عبد الواحد السيد عمره 34 سنه، هل ده بيدي فرصه للجيل اللي جاي ان عنده باحة اكبر انه يكون في اختيارات منتخب مصر؟ طبعا، يعني انت لما بيبقى سنك صغير الجون بيلعب لحد 40 سنه 39 سنه، فانت يعني انت تخيل نفسك وانت بتلعب وانت صغير، يعني وانت بتلعب وانت عندك بتلعب منتخب مصر 26 سنه 27 سنه تبقى اساسي منتخب مصر، اكيد اكيد هتلعب قدامك 10 سنين كمان قدام، فطبعا هتفرق معاك جامد جدا خبرات، وهتفرق معاك في 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 ثقه وفي كل حاجه، هتفرق معاك جامد جدا طبعا. المنافسه مع شريف هل هي عامل ايجابي يخلي احمد عادل وشريف اكرامي يطوروا من مستواهم طول الوقت مع باقي الحراس الموجودين طبعا، سواء ابو السعود او طبعا مؤمن او مختار؟ بص هي المنافسه وارده في 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 اي مجال، يعني مش كره قدم بس، في اي مجال. لكن انا بالنسبه لشريف اكرامي بالتحديد ده يعني انا بعتبره اخويا الكبير، وفعلا انا باخد رايه في حاجات كتير، وانا بحبه على المستوى الشخصي جدا، واكيد المنافسه هتفرق طبعا معانا ان شاء الله، منافسه شريفه في 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 خدمه النادي.
ومعانا مؤمن ومعانا ابو السعود ان شاء الله يخشوا برضو في المنافسه. بس دايما الجمهور بيتكلم عن ان احمد عادل وشريف هم اللي في الصوره اكتر، هم دايما اللي بيتبادلوا المركز ده بصفه اساسيه، او المتوقع ان واحد فيهم يبقى الاساسي والتاني جاهز في اي وقت. وده تاريخ النادي الاهلي بيقول ان على مدار العصور كان عنده اكتر من حارس، فتره كانوا ثلاثه حراس عمالقه في نفس الوقت. هل احنا محتاجين المنافسه